ارتفع النفط إلى أعلى مستوياته في أسابيع عدة بعدما أوضحت منظمة أوبك أنها ستبقي على الأرجح على تخفيضات الإنتاج التي ساعدت في دعم الأسعار هذا العام، بينما تواصل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وارتفع خام برنت 90 سنتا ليصل إلى 73 دولارا و11 سنتا للبرميل، وهو أعلى سعر له منذ 26 من نيسان الماضي. وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 71 سنتا ليسجل 63 دولارا و47 سنتا للبرميل.